السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة وقصة جديدة نتعلم منها درس في حياتنا. القصة بعنوان Never to give up. وعندي give up يعني يستسلم، ونيفر نهي، ابدا لا تستسلم. تعالوا نقرا مع بعض القصه الجميله دي ونشوف هنستفيد منها ايه بالضبط. One day a farmer's donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided the animal was old and the well needed to be covered up anyway. It just wasn't worth it to retrieve the donkey. He invited all his neighbors to come over and help him. They all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly. Then, to everyone's amazement, he quieted down. A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well and was astonished at what he saw. With every shovel of dirt that fell on his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up. As the farmer's neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and tottered off. The moral: life is going to shovel dirt on you, all kinds of dirt. The trick is to not to get bogged down by it. We can get out of the deepest wells by not stopping and by never giving up. Shake it off and take a step up. القصة يا أحباب باختصار بتقول إن في يوم من الأيام كان في مزارع، والمزارع ده كان عنده حمار عجوز كبير في السن. فالحمار سقط في بئر، يبقى أنا عندي كلمة well يعني بئر. المزارع قاعد يفكر هيعمل إيه، وفي نفس الوقت الحمار كان بيصرخ بشكل يثير الشفقة piteously، والفلاح أو المزارع عمال يفكر يفكر يفكر، قعد ساعات يفكر والتاني يصرخ. في النهاية قرر إن هو يسيب الحمار في البئر لأنهم عايزين يردموا البير، والحمار بقى عجوز ما عادش منه منفعة، سيبك منه بقى. وبعدين قالك الحمار هيموت في البير فندفنه، فاستعجل وراح نده على جيرانه اللي كل واحد جه ومعاه كوريك أو بيسموه الشبل، اللي هي الأداة اللي بتستخدم للردم، يجيب رمل أو يجيب تراب أو يجيب غبار. أو طبعا هو ذكر في القصة كلمة dirt اللي هي قاذورات، وبدأوا يردموا فوق الحمار.
في البداية الحمار قاعد يصرخ ما كده هيدفن تحت القمامة دي، لكن هدأ الحمار وفكر بشكل إيجابي. هم يرموا عليه القاذورات والغبار والكلام ده ويردموا فوقه، وهو يهز نفسه فالقاذورات دي تنزل تحت رجليه فيقوم واخد خطوة لفوق. هم يردموا يهز نفسه ياخد خطوة لفوق. فدي صورة رمزية للحياة اللي احنا بنعيشها، بتقول ان دايما الحياة بترمي على الإنسان مش هنقول القاذورات ولكن ضغوط ومشاكل، فبيطلب منك انك ما تستسلمش للضغوط والمشاكل، حاول تحلها بان انت تهز نفسك فتنزل تحت رجلك فترتفع لأعلى. فهو بيقول لي كلمة the moral يعني الدرس المستفاد: life is going to shovel dirt on you، الحياة هترمي عليك مشاكل وضغوط وجع دماغ وجع قلب، all kinds of dirt، كل ما تتصوره من أشياء مش كويسة. The trick is to not to get bogged down by it، هنا ما تتأثرش بيها، ما تخليهاش تأثر فيك. وما نعمل ايه؟ We can't get out of the deepest wells، ده احنا نقدر نطلع من اعمق الابار، by not stopping، بان احنا لا نتوقف، ان احنا نستمر في الصعود، لا نستسلم. Shake it off، هز الضغوط والمشاكل دي، and take a step up، وخليها تحت رجلك وترتفع إلى أعلى. طبعا القصة مليئة بالكلمات الجميلة، كلمة shovel اللي هي شوفوا كده في طريقة حلوة قوي، شوفوا معايا كده اهي، وهنعمل كلمة ترجمة، نشوف كده هينطق للكلمة shovel، واللي هي بنسميها باللغة العربية الفصحى مجرفة، اللي هو الكوريك أو الأداة، وبيجي كفعل يجرف وبيجي كاسم مجرفة shovel. أهي يا جماعة shovel. في عندي كلمة تانية جميلة جدا اللي هي كلمة step up. طبعا كلمة step يعني خطوة، step up اللي هو خطوة لأعلى، أهي خطوة للأعلى step up، أهي step up. يبقى دي كلها حاجات جميلة ممكن نستفيد منها. كلمة well، well اللي هي البئر، طبعا هو كاتب هنا غلط، نقول نحن سوف well، طبعا نحن سوف دي اللي هي we will يا جماعة، بس هو طبعا ترجمها غلط. في عندي neighbors اللي هم الجيران، نسمع كده مع بعض neighbors، الجي اتش تكتب ولا تنطق neighbors. neighbors جميل جدا. في عندي كلمة dirt، dirt شوف النوت dirt 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 التراب القاذورات، وطبعا جاي منها الصفة dirty. في عندي برضو من الكلمات الجميلة amaze و amazing و amazed، طبعا هنا معنى مندهش amazed amazed، طبعا لما نيجي نوصف الانسان بنحط ايدي فنقول amazed، لكن لو قلنا amazing يعني مدهش، يبقى نخلي بالنا نشوف عظمة اللغة هنا، amazed مندهش خاصة بالانسان، amazing مدهش. ممكن هنلاقي كلمة amazing في القصة، بسم الله. شوفوا كده الكلمة دي برضو كلمة piteously، اهي شوف كده مع بعض piteously، اهو piteously piteously اللي بشفقة او بشكل يثير الشفقة. وخلي بالك ان كلمة quiet يعني هادئ، جابها لي هنا في القصة يا جماعة على شكل فعل، شوف بقول ايه he quieted، he quieted، شوف نشوف كده
quieted. Quieted, quieted. يبقى أنا عندي quiet يعني هادئ. Quieted هدأ. يبقى بتيجي كصفة وكفاعل. في كلمة grab, grab يعني إيه؟ شد أو جرى أو جذب أو اقتطف. شوف. Grabbed. وهذه grabbed, grabbed. الدي نطقناها دي ليه؟ لأن البي voiced, البي منطوقة فيها فرقعة. Grabbed, grabbed. لكن لو كانت حرف زي الاف مثلا فيه كه يبقى كنا هننطق وراها الدي ايه تي اه زي كيكت فينيشت. في عندي استونيشت اهي شوف نسمع كده مع بعض. استونيشت استونيشت استونيشت. في عندي شيك شيك اي 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 شوف اسمع shake shake. طبعا shake يعني هز كفاعل لكن كاسم بمعنى هزة. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معايا في قصة النهاردة وان شاء الله انتظروا قصص تانية كتيرة وحلوة. واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان توصلوا كل معلومة مفيدة وفعلوا الجرس. وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. see you soon and goodbye.